طب والكذب تعمل ايه بقى الست مع الراجل الكذاب؟ مش هقدر افيدك لاني انا في الحقيقه ما بكذبش. يا راجل يا شيخ حرام عليك، ده انت ما بتعملش اي حاجه في حياتك غير انك بتكذب. كذبت على مراتك الاولانيه وتكذب على الثانيه وتلاقيك بتكذب على الثالثه كمان. لا 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 لا، ده ما اسموش كذب، لا ده اسمه انقاذ موقف. وبعدين اسمحي لي، يعني عايزاني اعمل ايه؟ اقول لسميحه ان انا متجوز عليها ولا اقول لصباح ان انا متجوز عليهن؟ طب ما تقول، ايه المشكله؟ انت ما بتعملش اي حاجه غلط، الغلط بيبتدي لما نخبي اللي احنا بنعمله. يا رب ايه القمر ده؟ وانا لو قلت كده هم هيسكتوا. وانت مالك؟ ده بقى موضوعهم، يسكتوا ما يسكتوش انت مالكش دعوه. المهم ان انت تكون صادق. سلام. طب تصدقي ان انا من اول ما شفتك وانا عايز اتجوزك. هصدقك. جدي جه، جدي جه. خلوده، ازيك يا خالد؟ عايشني يا حبيبي. يا حبيب خالد بسات. بسم الله ما شاء الله. اهلا اهلا يا بدريه. اهلا يا حبيبي. عزت بدريه يا بنتي. اهلا. لا مؤاخذه يا بدريه يا بنتي، طبينا عليكم كده على غفله من غير لحم ولا دستور. ازيك يا ميرة؟ ازيك يا جدي؟ بيتك ومطرحك يا حاجة تيجي في اي وقت، وبعدين يعني ده انت ايام شلتنا في بيتك. لا اوعي تقولي كده يا بدريه، عيب والله، ده انتوا ولادي. أميرة. عاوز اقول لك على حاجه مهمه بقى قبل ما انسى، اوعي تجيبي سيره للحاجه ان الحاج توفيق كان هنا. ماشي يا حبشي. شاي بقى ولا اعمل العشاء؟ متهيألي العشاء احسن. يا اهلا يا اهلا، يا ده النور يا ده النور. ازيك يا ابو؟ انا فاتح. العشاء طبعا، ده مفتاح لهم عين العيال. لو النبي يا اخويا بلاش العيال يتعبوا. ربنا يخليهم لكم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، بدر منور عندي في البيت. اللهم صل على النبي. ازيك يا حبشي؟ الله يخليك. اهلا اهلا يا سي فتحي، والله كان نفسي اجي لكم في ظروف احسن من كده. يا حاج مجيتك على راسنا في اي وقت، بس لو كان قصدك على العمله السوداء اللي عملها الدكتور احمد الصراحه ما كانش صح يعمل كده ابدا. بقول لك ايه يا مدريه، ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي. روح اعملي الشاي عقبال ما العشاء يجهز، واتصلي بنعمه تخليها تبعت محمد اخويا. يلا شيلي شايك زياده لسه يا حاج، ولا بقى ساده عشان صحتك؟ صحتي بومب يا بدريه، بومب. واذا كان لابد من الشاي يبقى لا ساده ولا زياده. مظبوط مظبوط ان شاء الله. احمد ايه النوم ده كله؟ يا عمر ازيك؟ اتفضل يا سيدي. اول عينه لبن رايب من انتاج المزرعه، حاجه ايه، بسم الله ما شاء الله. اشرب كده، اشرب وروق وربنا يفرجها ان شاء الله. ان شاء الله. مخنوق يا عمر. الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله يا شيخ. يا فكرتني بكلمه يا شيخ دي، من زمان ما حدش قالها لي. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، الشيخ ابراهيم الكردي ظهر. يا الله، حلو قوي. ابراهيم الكردي، يا سلام. الراجل ده انت كنت قلت لي انه سافر باين اتجوز راح الكويت. بالظبط كده، هو كان فتح مع حماه دار نشر، وبعدين حماه ده مات فما كانش في حد يورثه غير بنته وهو، اما حول دار النشر دي لنشر الموسوعات الاسلاميه وكتب التراث. ده يا راجل ده كده عدى جامد قوي. اشمعنى؟ اشمعنى ايه؟ سألنا انا عمر عن الحاجات دي. لا نشر، انت تعرف ان الشغل في الورق احلى من الشغل في الذهب. اقولك ايه، انا عايز اقابله. لا ما افتكرش اللي كان بينك وبينه ايام الجامعة يسمح بانكم تتقابلوا. لا اله الا الله، انت مالك يا اخي؟ اسأله، هو مش هيمانع. مع اني واثق ان انتوا مش هتتفقوا ده اذا اتقابلتوا اصلا. ومع ذلك يا سيدي انا هحاول عشان خاطرك. بس انا عايز اسألك سؤال. انا عايز اقابله ليه؟ صح مظبوط. اولا عشان وحشني. لا بجد وحشني، وحشني برخامته وبوقته. وانت فاكر؟ ها ايه ده انت فاكره كويس قوي. الا فاكره طبعا فاكره. وثانيا بقى؟ ثانيا يا سيدي، في الحقيقه يعني بدل ما هو يفكر يجي يعمل فرع لدار النشر بتاعته هناك، اهو احنا نشاركه او نعملها احنا لوحدنا. صح. بقول لك ايه، اي حد عايزني انا نايم عشان خاطر. انا ما اقدرش اكذب، لا عشان خاطرك ولا عشان خاطر اي حد. طيب انا هنام فعلا اهو عشان ما بتبقاش بتكذب. الو، مين يا فندم؟ الحاج توفيق. صحيت يا عمر؟ ده التليفون نور يا حاج. لا لا لا، موجود موجود، الحاج احمد موجود اهو. الحاج توفيق. تمام تمام. ايوه
يابا كفايه كده بقى الله يكرمك، مالوش لزوم النواره بقى والتقطيم، انا مش ناقص. يصير ليه؟ يعني تروح تتجوز من ورايا وتحرجني قدام الناس وتخلي رقبت زي السمسمه، وفي الاخر تقول لي مالوش لزوم التقطيم ده؟ امال هيبقى ليه لزوم امتى ان شاء الله؟ يابا يعني ما تاخذنيش، هو هيجيبه من بره؟ انت عملتها قبل كده واتجوزت على امي ومن ورانا برضه. اه عملتها بس جبتها لحد باب البيت مش داريتها. ايوه بس اللي انا اعرفه يا حاج ان احمد اول ما خلف قال لك على طول انه متجوز. اديك قلتها بعظمه لسانك يا سي محمد، اول ما خلف يعني مش قبل ما يتجوز. ها وبعدين انا مش بتكلم عن اللي خلف منها، انا بتكلم عن التالتة اللي معرفش عنها اي حاجه ولا حد يعرف عنها اي حاجه. انا عن نفسي معرفش اتجوز امتى وازاي. اذا كان ابوه اللي خلفه ما يعرفش، انت اللي هتعرف الزفت. انت حق يا احمد، مالكش حق في الموضوع ده. الاصول برضو كنت عرفت ابوك على العروسه، يمكن كانت عجبته واتجوزها هي كمان على امي. الله الله الله، جرى ايه ده يا فتحي؟ جرى ايه؟ انت هتستهبل ولا؟ وعشان اكلتني حتتين لحمه وشويه فاكهه هتتنور عليا؟ العفو يا حاج، ده انا بهزر معاك والله العظيم، ده انا مبسوط اخر انبساط ان انت قاعد وسطنا في ملكنا وعمارتنا. اه انتوا عارفين يا اولاد دي اول مره نجتمع برابطه المعلم في مكان غير المصمط وبيت العمرانيه القديم. يا رب يا دكتور احمد كده تفضل تتجوز على طول عشان تجمعنا الجامعه الحلوه دي. يلا نعلم نفسك غادي حبش. طيب الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا. ها هنقعد بقى نتكلم كده ولا هنتكلم في المشكله اللي احنا جايين عشانها ولا نعمل ايه؟ لا يا سيدي هنتكلم في المشكله اللي احنا جايين عشانها ونحلها كمان، وابوك الراجل الطيب ده جاي مخصوص عشان كده، ومتفق مع عمك ابو شعيشه مش هيخش البيت الا وايده في ايدك كمان. لا اله الا الله، بس انا المشكله مش عندي، المشكله عندها هي. انا والله العظيم لو عليا يابا اروح وابص راسها وراس ابوها كمان. يا ابني افهم بقى الكلام ده، الحريم مالهمش فيه. ده كلام رجاله، واللي يقوله الرجاله هو اللي يحصل. لا انا مش هرجع غصب عنها، لو هي مش عايزه ما رجعش. طب انا عندي فكره يا حاج احمد، ايه رايك لو خدناها معانا الحج؟ حلوه الفكره دي قوي. هناك هتهدوا والدنيا تصفى ما بينك وما بينها. عين العقل يا محمد، عين العقل. بص بقى انت تروح لها وتقول لها حتى لو هي عصت عليك ورفضت تصالحك مش هترفض الدعوه اللي جايه لها من عند ربنا عشان تحج. طبعا وبالمره نحج والنفوس تهدى. ابوك مع امك وانت وسميحه، ما انتوا فولا واتقسمت نصين، قصدي جوازتين. لا ما تغلطش، انا سابق ابوك واحده واحتمالي قصدك ثلاثة صفا ومروة وام هاشم. انا عبيته بتصحح لي، لا قصدي اثنين بنتين. بقول لك يا فتحي قرب مني عشان عايز اقول لك كلمة في ودنك عشان اخواتك ما يسمعونيش. خير؟ انا مش سامع حاجة، ما تعلي صوتك شوية. مراتك بتتصنط علينا من عند الطرق يا وحش. جرالك حاجه في حقنك يا بدريه؟ ما بتستريش ابدا، ابويا شافك كنت بتصنط علينا. ما كنتش بتصنط، انا كنت في الحمام. وهي حبكت الحمام دلوقتي؟ لا بقى كنت بتصنط. طب يا فتحي كنت بتصنط عشان كنت عايز اعرف انت مخبي عليا ايه، واديني عرفت انك كنت طالع الحج من غير ما تقولي. وحياه امي ما هعديها لك. جرالك يا بدريه، ما انا كنت هقول لك طبعا. وايه اللي كان مسكتك يا اخويا؟ ولا هي معزه سميحه عند اخوك اهم من معزتي عندك؟ ده كلام برضه بداره، ده اللي في القلب في القلب. اديني اماره. اماره اكتر من اللي انا عملته لك واللي لسه هعمله، عايزه اماره. وبعدين تعالى لي هنا يا اخويا، هو احنا مش خرجنا من السعوديه مترحلين؟ وات صوتك يا بدريه، وات صوتك. طبعا خرجنا مترحلين. واللي خرجك مترحل ده هيرضى يدخلك السعوديه تاني ازاي؟ ما هو يا بدريه انا مش راح اشتغل، ده راح احج بيت الله الحرام. وهي يا اخويا الست اللي انت متجوزها لا سمح الله مش مسلمه؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، ايه الكلام ده يا بدريه؟ ده انا متجوز البركه كلها. لو انا البركه يا حبيبي زي ما بتقول، ولو معزتي عندك كبيره ما كنتش استخسرت فيها الحسن اللي حجلك في بيت الله في الحج، وكنت قسمتني فيها. يعني ايه يا بدريه عايزه ايه؟ يعني رجلي على رجلك يا ابو عيلي. والله زمان يا دكتور احمد، بقالنا كتير ما قعدنا سوا. معلش سامحني يا حاج، الدنيا ومشاغلها. ايوه الدنيا، واللي اقوى مني ومنك واللي لو خطفت حد هتبلعه، مع ان اللي خالقها واحد لا اله الا هو سبحانه وتعالى،
لكن هنقول ايه في الناس اللي ناسياه ومد ايديها للدنيا؟ لا يا حاج، لا الحمد لله رب العالمين، انا مش ناس ربنا، وبعدين سبحانه وتعالى امرنا بالسعي. انا عارف يا احمد يا ابني انك مش ناسي ربنا، بس الدنيا مش حاجه واحده، الدنيا مشاكلها كتير، ناس وبحار وبيوت وفلوس وعيال وزوجه، ولو شبكت حبال حياتك بالحاجات دي كلها اكيد في حبل حيرخي وحبل حيشد وحبل حينقطع. واللي زعلني بجد يا احمد يا ابني ان الحبل اللي شاط واتقطع هو الحبل اللي كان بينك وبين بنت سميحة. انا جاي عشان كده يا حاج، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هو الحبل اللي اتقطع بينك وبين سميحة بنتي، فرد الحبل اللي كان بيني وبينك زمان. انا عايز سميحة تطلع معايا الحجاز يا حاج. تطلع معاك فين يا حاج؟ عايز احج انا وهي سوا. سكتيني يا ابني، انا كان عندي كلام كتير عايز اقوله لك، بس مبقاش عندي حاجه اقولها. كل اللي اقدر اقوله لك سيب لي سميحه، ربنا يهدي سره. وحتى لو اتجوز 10 بنتي، بس لما فكر يروح يحج اختارك انت تروحي معاه دونا عنهم كلهم، يعني انت الملكة وهم الوصفات يا حبيبتي. لو كنت ملكة بجد كانش اتجوز عليا بدل الواحدة اتنين. لو كنت زعلتي منه وخدت على خاطرك عشان عمل كده من وراكي، نقول الحمد لله انك انت اللي زعلتي منه وغضبتي منه. مش احسن ما كان ربنا غضب منه لو كان عمل حاجة في الحرام واحمد عمل الحلال يا بنتي؟ بس هو حلال صعب اوي. صعب اوي اوي يا بابا، وما يحسوش غير اللي انكوى منه. على العموم انا قلت اللي عندي يا بنتي، ومش هخصبك على حاجة انت مش عايزة تعمليها. انا هعمل اللي انت قلت عليه يا بابا، دي دعوة جاتلي من عند ربنا وانا مش ممكن ارفضها ابدا. بس وغلاوتك عندي، انا ليا عندك طلب. اموريني يا بنتي، انا تحت امرك. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا، انا مش عايزة اشوف ولا لساني يخاطب لسانه غير في الحجاز. لسانك ما يخاطبش لسانه ماشي، انما ما تشوفوهوش دي صعبه قوي، لانكوا لازم تطلعوا انتوا الاثنين محرمين من هنا، وما ينفعش تسافروا تحجوا انتوا متخاصمين. ماشي يا بابا، بس ما شوفوش غير يوم السفر. نعم يا اختي. نعم يا اخويا، بأمرتي بقى ان شاء الله تطلع معاها الحج وتسيبني انا هنا مرميه انا واللي في بطني. بأمرت انها مراتي زيها زيك واحسن منك كمان. بس احسن مني انا يا حاج؟ بأمرت ايه؟ بأمرت يا اخويا ان هي مش قادره تتحرك من مكانها، ولا بأمرت رجليها اللي مش شايلاها؟ الله الله الله، وانت ايش عرفك ان رجليها وجعاها؟ اللي عرفني يا اخويا عرفني، يبقى خليها هي بقى تنفعك. عيب عيب يا منير، عيب اللي انت بتقوليه ده، استغفر الرب كمار، دي قد والدتك برضو. وبعدين انا وهي خلاص بقينا زي الاخوات واكتر، يعني ما تخافيش عليا منها. مش انت برضو بتخافي عليا ولا ايه؟ ما عدتش فارق معاكي ولا ايه يا اخويا؟ فارق ولا مش فارق؟ انا هروح اقعد بقى عند ابويا لحد ما انت ترجع من السفر، وراحة من دلوقتي. دلوقتي ده ايه؟ هو انا مسافر دلوقتي؟ ما هو يا اخويا كل واحد في البيت ده بيعمل اللي على كيفه، انا كمان بقى اعمل اللي على كيفي، اشمعنى انا؟ الله 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 الله، هي حصلت. اشرب يا تيفا.
الباسبور اللي انت حطيته في الجلد ده؟ الباسبور بتاعي. ممكن اسال ليه؟ ان شاء الله نويت اسافر الحج السنه دي. ربنا يتقبل. وهتسافر تحج لوحدك؟ ليه لوحدي ليه؟ هبقى انا وفتحي وامي وابويا ان شاء الله ومحمد. بس؟ ايه بس؟ دماغك راحت لفين؟ لا ابدا، مجرد سؤال. ده غير ان انا حاساك مش مبسوط. مش مبسوط؟ يا ترى السبب ليه دعوه بيا ولا بعيد عني ومش عاوزني اعرفه؟ تفتكري ده مهم ولا المهم ان مش مبسوط؟ تستغرب لو انا قلت لك ان انا كمان مش مبسوطه. سبحان الله، ليه؟ اقول لك بصراحه؟ يا وصلت لاقول لك بصراحه. حسيتك اتجوزتني علشان انت متراهن عليا. مع مين؟ مع نفسك، عليا. وايه بقى اللي وصلك الاحساس ده؟ انت مش شايف انت بتعاملني ازاي؟ ازاي يا احمد بقى؟ بطل طريقتك المستفزه دي معايا بقى. وكمان بقيت مستفز يا امل. ولو استفزازك ده زاد عن كده يبقى يا ريت ننسى ان احنا عرفنا بعض من اصله. اصله ده ايه يا حاجه؟ انت يا ست هانا، انت مراتي مش واحده لسه هتعرف عليها. والظاهر انها كانت غلطه كبيره قوي لما فكرت اتجوزك. شو برضه اللي هيخليني اتجوزك؟ انا اللي اتجوزتك مش انت اللي اتجوزتيني. هي دي مشكلتك، انت مش شايف غير نفسك وبس. كل اللي حواليك دول ورق كوتشينه تقلبهم تلعب بيهم زي ما تحب، انما تحسهم لا. هقول ايه؟ هتجيبه منين؟ ما هو فاقد الشيء لا يعطيه. شكرا يا امل على البازي المحترم المتربي ده. انا اسفه يا احمد، بس انت عارف ان انا صريحه وما بعرفش اخبي. على فكره انا عاوز اروح اقعد عند جده شويه لحد ما ارجع. طبعا يعني هقعد معاه شويه، بس مش عارفه انا هرجع امتى. بصيلي كويس يا مهاش واسمعيني كويس قوي، انا هسافر واسيبك لوحدك، وربنا لوحده يعلم اذا كنت هتفهمي الكلام اللي انا هقوله لك ولا مش هتفهميه. بس انا لازم اقوله، في الدنيا دي يا بنتي كل واحد بيشوف اللي هو عايز يشوفه، واللي بيشوف دايما بيبقى هو اللي سايق. انا عايزك تشوفي بعينيك انت بس وتعملي اللي انت شايفاه، تسمعي كلامي واللي انا علمته لك. عارفه يا ام هاشم، انت لما هتاخدي بالك من نفسك هتبقي بتاخدي بالك مني انا. مش انت بتحبيني؟ يبقى اكيد هتخافي عليا زي ما انا خايفه عليكي. مش هتسمعي كلام اي حد تاني، هتسمعي كلام انا. اصلا انا اعرف واحده سمعت كلام واحد وركبوا مع بعض في عربيه واحده هما الاثنين، وهو اللي كان سايق وهي كانت مصدقاه. خدها وراح بيها حته بعيده قوي فوق جبل عالي، حته محدش يعرفها غيره، وبعدين سابها ومشي. هي ترى مين اللي غلطان؟ هو اللي سابها لوحدها ولا هي اللي صدقته؟ انا نفسي مش عارفه، مش عارفه، عشان ما حدش قال لي ما تسمعيش كلام حد. انما انا بقول لك اهو، اوعي يا حبيبتي تسمعي كلام حد، اعملي اللي انت شايفاه وبس. اوعي تجري ورا قلبك من غير ما عقلك يجري معاكي. كلام ايه ده؟ انت اتهبلت يا محمد ولا ايه؟ هو اللي يقول الحق برضه يبقى اتهبل يما؟ اللي يقول الحق اشيله فوق دماغي شيخ، انما اللي يقول كلام مش فاهمه يبقى قلته احسن. طب انا قلت ايه مانيش فاهمه ياما؟ ما هو قعد معاه في اوضه واحده مش هعرف، لو انطبقت السما على الارض. فهمت؟ هو الراجل ده راجل غريب عنك، ما هو جوزك برضه. كان جوزي، دلوقتي كل حي راح لحاله. والله العظيم انا ما بقيت عارف العيله دي. عاوز تعرف ايه العيله دي؟ بص كويس لابوك وانت تعرف، واسمع اما اقول لك، وروح قول لاخواتك الاثنين لو معكوش تمن أوضة تانية ليا لوحدي أبيع سيختي دلوقتي وأدفع أنا تمن الأوضة. ياما الأوتيل ياما مفيهوش خرم إبرة، ده إحنا لقينا الأوض دي بالعافية. أوضة لأحمد ومراته، وأوضة لفتحي ومراته، وأوضة ليا أنا ونعمة، وأوضة ليكي أنت وأبو الحاج. اتقفلت يعني؟ خلاص يبقى هنام مطرح ما أنا قاعدة دلوقتي. ما ينفعش ياما. محمد، محمد. إيه يا فتحي ما تيجي؟ عايزك، عايزك بس في كلمة، تعال. بإذن ياما. ايه؟ عايزك تفضلي نفسك ساعة. ليه خير؟ كل خير.
اما انا محمد اتكعبلت في مصلحه الشغل مالها ازاي؟ واحنا في ايه ولا في ايه بس يا حاج؟ هو فين الحريم؟ ما كنا قاعدين معاه، مش مهم الوقت، المهم تعالى قول. ما ينفعش يا رب، ما ينفعش، الحجه ليها شروط ومن شروطها انك ما تبقاش شايل من حد. وهو انا شايل حاجه لا سمح الله؟ ولا حد يبقى شايل منك يابا. شوف يا ابني، انا جاي بقلب صافي زي اللبن الحليب، الدور والباقي بقى على اللي جاي شايله ومعبيه مني ومن الدنيا كلها. لا والله، والله يابا هي كمان قلبها زي الحليب، دي الحاجه رتيبه. وانا الحاج توفيق يا ابن امك، ولا انت نسيت انت واخواتك؟ ولا تكون الفلوس اللي حاسد لكم دماغكم؟ العفو يابا، لا حاسد دماغنا ايه بس؟ ما الدليل ان انا قاعد اهو في مشكله تخص حضرتك وبرضه بكلمك فيها. لا حول ولا قوه الا بالله، استغفر الله العظيم يا رب. لا مشكله ولا حاجه، بلاش خوت الدماغ بقى. لا يابا، في مشكله ومشكله كبيره كمان بقى. يعني امي لما تبقى على بعد خطوتين مننا، لا هي عايزه تيجي ولا انت عايز تروح لها، تبقى في مشكله ولا لا؟ بقول لك ايه، كل حي خليه في حاله، ولا هينصلح لنا حال طالما الحاج الكبير مزعل الحاجة الكبيرة. ما ينفعش يابا، وبعدين دي فرصة. فرصة لإيه بالظبط؟ وضح كلامك يا سيد الدكتور. مفيش حاجة في إيه يابا؟ فرصة إنكم تتصالحوا وإحنا هنا. وأنا مخصمها عشان أروح أصالحها أصلاً. يعني أفهم من كده إن مفيش حاجة خلاص متصالحين؟ طبعاً مفيش، مهما كان دي مراتي، أم عيالي، وبيننا عيش وملح وعشرة، والعشرة يا ابني ما تهونش إلا على أولاد الحرام. وأنا عن نفسي ابن حلال مصفي. ولا انت عندك شك في كده؟ لا لا يا بابا، انت بتقول ايه؟ عندي شك في ايه؟ ما ينفعش حتى. طيب يابا، عشان بقى انت الراجل الكبير ابن الحلال المصفي، تقوم دلوقتي تقول لها كلمتين مرضيه بس، او حتى جر رجلي. الله يبارك لك. خلاص ماشي، انا هقوم فعلا، بس هقوم اطلع اوضتي. يابا الله يبارك لك. يابا اسمع بقى، حلال طبعا، حلال ونص كمان، المصلحة دي مصلحة لوز، لوز اللوز يا محمد. لوز ازاي بس يا حاج؟ يعني راجل مدير الفندق يتخانق مع شركة السياحة، نقوم احنا نعمل شركة سياحة؟ هننط الناس في شغلها يعني؟ ده كلام يا حاج؟ ده احنا جايين نحج يا حاج. يا سبحان الله، هو انا اللي وقعت بينهم يا ابني؟ انا دخلت عليهم المكتب لقيتهم بيتخانقوا، ولقيت الراجل بيقول كل حي يروح لحال سبيل، ده حتى قال له الفلوس اللي عندي ليك مش عايزها. طب ايه رأيك في الأيام المفترجة دي؟ نصلح بينهم. طب ايه رايك انت لما تتصل بحبشي جوز اختك وتخليه يخلص لك اجراءات واوراق شركه السياحه، وانا هقابل استاذ مسعود واقول له انا مستعد اشتغل معاك في اي شغل، بس اول ما ارجع مصر. يلا. استاذ مسعود مين يا حاج؟ مسعود المصري، المدير في الفندق اللي هنا. ماشي يا حاج، اللي تشوفه، بس بالمره بقى خليه يشوف لنا اوضه لامك اللي عامله قلق. امال انا كنت رايح له ليه؟ بس ما لقيتش ولا غرفه فاضيه. طب وبعدين هنعمل ايه مع امك وابوك؟ برضه هيقول لامك وابوك يا ابني ركز في المصلحه قبل ما تطير من ايدينا. اسمعي اللي بقول لك عليه، الرجاله يا ماما ما بتجيش غير بالطريقه دي، تعامليهم زي ما بقول لك، كرامتهم ورجولتهم هتنقح عليهم. يعلوا صوتهم، تعلي صوتك اكتر، يتكسروا ويبقوا طوع. طب وافرضي بقى كرامتهم نقحت عليهم وركبوا دماغهم اكتر؟ اسالونا انا عن ولاد توفيق، دول يشوفوا اللقمه في ايدك يتسرقوا، وعشان كده مش ممسكين حاجه في ايدينا. بس اللي انا اعرفه يا بدريه انك داخله في كذا مشروع، وان كمان فتحي بيعمل لك مصنع. خمسه وخمسه يا حبيبتي، ما عشان انا عرفت من الاول وفهمت ان ليا حق، وعرفت اجيب حقي من عين العفريت. اللي انت ما تعرفيهوش بقى ان فتحي جوزي الكبير ده هو ابخل واحد فيهم، انما جوزك انت كريم وايده مخرومه، بس الخير اللي فيها بيسقط على غيرك. والنبي ما تقومهاش على جوزها، احنا مصدقنا انهم اصطلحوا. ونبي يا اختي خليك انت في حالك، لعبة الحب وخلصت والجواز وحصل، الراجل بقى هيطلب ايه منك بعد كده؟ يطلب المعروف. ما هو المعروف انه بدل ما يلم قطط ويذبحها لك، تذبحي له انت بدل القطة ألف. يا شيخة حرام عليك. استني بس انت يا نعم. استنى ايه بس؟ الراجل واختار يصالحك بحجة، تقوم انت تدوري وراه؟ جرى ايه يا اختي؟ ده انت شكلك عايزة تخربي علينا. مالكيش دعوة بيها يا بدرية، خليكي معايا. طبعا اذنكم بقى انا هنزل لمحمد. استني بس يا نعمة، رايحة فين؟ ما كلنا هننزل مع بعض. يا جماعة احنا جايين نحج، مش جايين نختاب الناس. نختاب ايه يا امو نختاب؟ دول رجالتنا ولازم نحافظ عليهم. انا عايزك تفهم حاجة يا حاجة، انا جاي لك من نفسي، يعني محدش ضغط عليا ولا حد زن على ودان عشان اجي. وانتي عارفاني كويس ام فتحي، انا راجل روحي في مناخيري وكل ايدي وبتخنق على طول، وطول عمري طول عمري حبش اللت والعجن ولا الرغي كتير، واللي يديني ودن من طين اديله ودن من عجين. بس العشره اللي بينا
العشرة اللي ما تهونش إلا على أولاد الحرام وعيالنا، وكلام ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحرم الزعل والخصام وإحنا في حضرة بيته، وهم دول اللي خلوني أجي عشان أتكلم معاك دغري كده. بص يا أبو فتحي، أنا هتكلم وأنت اسمعيني وما ترديش يا ستي. أنا طول عمري ما أحبش الكذب ولا اللي يكذبوه، وانت عارفه كده كويس كده ولا ايه؟ وعشان كده يعني مش معقوله وانا جاي عند ربنا سبحانه وتعالى عشان اغسل ذنوبي هكذب. انا هقول وانت تسمعي، وبعد كده اطلعي على اوضتك واقعدي معززه مكرمه. وافقت ان انا انزل عليكي ضيف نزل واكتر الف خيرك يا ستي. ما وافقتيش انا هتصرف ان شاء الله. بص يا رتيبه، انا يمكن استعفيت شويه، مش عليك بس، لا عليك وعلى نفسي كمان، بس اصل اللي حصل والله ما عارف اقول لك ايه بالظبط يا ابو فتحي. انا زي ما كنت صحيت من النوم فجاه كده لقيت نفسي جد، وكل اللي حواليا بيعاملوني على اني راجل كبير عجوز، واولادك يطبطبوا عليا ويسحبوني من ايدي، وانا ما عجزتش يا رتيبه، انا ما عجزتش ولا كبرت، انا الحمد لله رب العالمين صحتي لسه زي البوم، زي ما تقولي كده ناقحت عليا نفسي، صعبت عليا قوي، فكرت اني اتجوز، اتجوزت. والله حصل بقى، بس انا عشمان يا ابو فتحي ان عشره السنين اللي بينا وعيالنا فتحي واحمد ومحمد والبيت والايام المفترجه الحلوه الكريمه اللي احنا بنعيشها دي، عشمان يعني ان الحاجات دي تلين عقلك وتحنن قلبك وتسامحي. والمسامح كريمة رتيبة، مش كده ولا ايه؟ ها؟ ما بترديش عليها ليه يا رتيبة؟ ها؟ قلت ايه يا حاجة بدرية؟ أفكر. هتفكري في ايه؟ يا سبحان الله، الفكرة فكرتك من الأول. فكرتي من الأول كانت ليا أنا، وأنا زي الفريق ما بحب الشريك. وانا برضو شريك يا بدريه، ده انا جوزك وابو عيالي، يعني اي مصلحه ليك يا عاملها لك، اي مصلحه ليا المفروض تعملها لي، يعني المصلحه واحد. افهم بس المصلحه فين؟ الاتفاق الاول كان من غير شراكه، اللي جد بقى لازم افهم. وانا عندي كلامي، المصنع هيتكتب باسمي، هتعملي فيه اللي انت عايزاه، عبيان، حجاب، اسدال، كفه شيء. طب وانت؟ ركن صغير منه كده هعمله، بس ايه؟ صناعه سجاجيد صاله. وانت يا راجل عايزني اصدق الكلام ده برضو؟ وما تصدقيش ليه بس؟ طب اقول لك على حاجه، انت واحده من الناس، جايبه كام سجاد الصلاه وانت مسافره؟ 25. 25 وغيرك هيجيب 5 و10 و15. ياه، ده يبقى كتير قوي. صحيح، مش بقول لك، ما هو ده اللي خلاني طمعت وعيني زغللت، شغلانه سهله ومكسبها كتير. ها، اتفقنا؟ اتفقنا. الحمد لله على السلامة يا مديحة. ياه. ايه؟ مالك؟ يعني حسيت بيا يا حبشي؟ حبيبتي أنا شميت ريحتك الجميلة اللي دايماً متعود عليها. المهم الحمد لله على السلامة. ازاي الحاجة عاملة ايه؟ أنا ما كنتش عند الحاجة يا حبشي. أمال كنت فين؟ كنت عند الدكتور. الدكتور؟ صح يا مديحة. ده النهارده فعلا ميعاد الدكتور، بس انت ليه ما قلتليش؟ فكرتنيش ليه اجي معاك؟ الظاهر ان انت بقيت بتنسى كتير اليومين دول يا حبش. معلش يا حبيبتي، معلش. وقعدتي كتير ولا دخلتي على طول؟ لا دخلت على طول، اصل هي كانت فاضيه فالتمرج دخل. هل
قال لك يعني انت قلت له ايه؟ المهم طمنك يعني؟ قال لي ان العيب عندي انا، ان انا اللي ما بخليش. قال لي اللي انت عارفه من اول يوم رحنا له فيه، اللي انت فضلت مخبي عليا كل ده كذاب. صدقيني ما دي الدكتور ده كذاب، وعشان اثبت لكم الكذاب ابويا وامي خلفوني بعد 15 سنه جواز. يعني حبيبتي اطمني، انا اللي انا ورثت العيب ده من ابويا. انت ليه عملت كده يا حبش؟ ليه ما صرحتنيش بالحقيقه؟ اصرحك بيه؟ انا كل اللي اعرفه انت عرفتيه. اللي عرفته منك ولا اللي عرفته من دكتور النهار؟ اللي عرفتيه من دكتور كذاب. الدكتور ده مش صريح. انت زي الفل، زي الفل يا مديحه. ليه يا حبش؟ ليه بتعذب نفسك؟ ليه بتحمل نفسك فوق طاقتها؟ الحب عمره ما كان عذاب. مين اللي قال لك ان انا بعذب نفسي؟ امال انت بتعمله في نفسك ده ايه؟ نفسي بقى وانا حر فيها، اعذبها اهينها اضربها بالجزمه القديمه، انا حر بنفسي. طب انت متعصب ليه كده؟ انا مش متعصب، مش متعصب دي حلقه، انا عايزك تهدي. انا كويسه يا حبش، انا مش زعلانه، وان كنت هزعل هزعل عشانك انت. انت ليه شايلني حمل فوق راسك؟ حمل؟ حمل ايه يا مديحة اللي بتقول عليه ده؟ انت عمرك في حياتك ما كنت حمل عليا، نشيلك في عينيا الجوز، نشيلك على دماغي العمر كله يا مديحة. انا بحبك، بحبك قوي يا مديحة.